قال عضوان من المشرعين الأمريكيين إنه إذا لم يتوقف الرئيس جو بايدن عن دعم الحرب التي تقودها السعودية في اليمن فسوف يعملان على إصدار قرار جديد يتعلق بسلطات الحرب لإنهاء المشاركة الأمريكية غير الدستورية في الصراع. وأضاف العضوان أنهما لن يقفا مكتوفي الأيدي لأن الدستور يتم تجاهله في حين يعاني الشعب اليمني 7 سنوات من هذه الحرب غير القانونية، موضحين أن هدفهما هو إعادة تأكيد سلطة الكونجرس الدستورية لسلطات الحرب وإنهاء التدخل الأمريكي غير المصرح به في حرب اليمن التي لا نهاية لها. وأكد المشرعان أن الضربات الجوية العشوائية قتلت آلاف المدنيين ودمرت البنية التحتية الحيوية وحاصرت الموانئ اليمنية، ما أدى إلى تقييد الوصول إلى الغذاء والوقود والأدوية وفاقم الأزمة.